بنقطة واحدة، نقطة واحدة تفصل بين السد ولقب الدوري، نقطة واحدة فقط تفصل بين السد ولقب الدوري، السد الذي سيحتضن مباراة الخريطيات بحثا عن تلك النقطة أو حتى التي تليها في لقاء الإخوية. إذن أيها السادة المشاهدين، نترككم مع هذه اللقطات، مع هذه الفرحة التي لا تليق إلا بمحيي راؤول، ولا تليق إلا بمحيي الزعماء وبمحيي الزعيم. مشاهدينا الكرام، أيها الأحبة، أترككم بحفظ الله ورعايته، آمل أن أكون قد وفقت في نقل مجريات هذا اللقاء لكم، على أمل الالتقاء بكم. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة إلى خالد جاسم، لك الكلمة خالد، تفضل، والله ولي التوفيق. المجلس برعاية.